اهلا بيكم. يوم السبت اللي فات احنا تابعنا التعديل الوزاري. 13 وزير برابطة المعلم تركوا الوزارة و13 وزير جداد دخلوا الوزارة. الناس كان عندها توقعات ان التغيير سوف يطال المجموعة الوزارية الاقتصادية على اساس ان يعني حديث الساعة النهاردة في الشارع المصري هو الاقتصاد، هو لقمة العيش، هو الشغل، هو البطالة، هو الجنيه. مين اللي بيحرك كل الأمور دي؟ مجموعة وزارية اقتصادية بتضم مثلا وزير المالية، وزير التجارة، وزير قطاع أعمال. لكن اللي حصل أن التعديل الوزاري احتفظ لوزراء المالية والتخطيط زي ما هم، قال لا أنا مش عايز أغير، لكنه قام بتغيير وزارة التجارة والصناعة، منصب وزير قطاع الأعمال، منصب وزير العمل يعني أو العمال. لكن تعال نبص قراءة كده سريعة في التعديلات. هل التعديل كانت الناس قاعدة مستنية يا رب الحكومة تتغير؟ الإجابة لا. النهاردة الناس هي منتظرة حاجة واحدة، تطلع حكومة مدبولي مش حكومة مدبولي، أنا كمواطن هحس بالتحسن إزاي؟ طبعا سبق التعديل مجموعة من القرارات اتخذتها الدولة المصرية وأصدرها السيد رئيس الجمهورية لصالح المواطن، تحديدا المواطن المسجل على بطاقات التموين، زي صرف زجاجة الزيت، كيلو سكر إلى آخره، لكن بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة. لكن أهي نواة الدولة بتقول للمواطن أنا حاسة بيك الفترة دي، لكن تيجي تقول للشارع المصري كان ليل نهار قاعد مستني التعديل، لا يبقى أنا كده بضحك عليك. طب لما هو يا خير الشارع المصري مش مهتم قوي، طب أنت ليه بادئ الحلقة بالتعديل الوزاري؟ هقول لك ليه بادئ الحلقة بالتعديل الوزاري، لأن نص أو تلت أعضاء الحكومة أو 40% اتغيروا، يبقى إحنا أمام تقريبا شبه حكومة جديدة، وبالتالي أتمنى أنها تكون عند حسن ظن المواطن بها، وأن المواطن حاطط إيده على قلبه. في قرارات بتاخدها الحكومة تيجي تقول لك أنا مضطر أعمل كذا، لكن في قرارات لما إحنا نتفق مع بعض أن الست شهور الجايين صعبين عشان التضخم، وقلنا خلاص يا حكومة ده موجود في كل دول العالم، بس أنا عايز كمواطن أحس شوية بطبطبة يد الدولة علي. للأمانة ده حصل بنسبة معقولة خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال مجموعة القرارات اللي قلت لحضراتكم عليها. لكن مثلا أن يتم تغيير وزارة الصحة طبيعي، أن يتم تغيير وزارة وزارة الهجرة طبيعي، أن يتم تغيير أو إسناد مهمة وزارة التعليم العالي لأنها بقت وزارة بلا وزير بعد انتقال دكتور خالد عبد الغفار لوزارة الصحة. بس عايزك تقف أمام كام لقطة. واحد، التغيير كان منصب على وزارات خدمية تتعامل مع المواطن تعامل مباشر، زي ايه؟ وزارة الصحة تعامل مباشر، وزارة التعليم التربية والتعليم تعامل مباشر مع المواطن، وزارة التنمية المحلية تعامل مباشر. يبقى انت امام 3 وزارات، وزارة القوى العاملة والتعليم العالي، دي وزارات بتتعامل مع المواطن. انا لا استطيع ان اظلم احد من السادة الوزراء السابقين، يعني كل يعني اجتهد وفق المعطيات اللي محطوطة قدامه، بس أنا أتمنى هنا أن أنا أجد في هذه الحكومة 1 وزراء لديهم رؤية، مش أن احنا شغالين الاجتماع التقليدي بتاع كل يوم 4 والكلام، يعني باستثناء وزير 2 3 4 بجد الباقي يعني بيأدي أداء ما بحسش فيه بأفكار جديدة. وهنا أنا عاوز من الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزير الذي يتباطأ أو ما عندوش رؤية أو تفكير خلاص بنوجه له خطاب شكر،
يكفي سنة كاملة وتعمل فيها تعديل على طول، لكن ما تسيبش وزراء فترة طويلة وهناك قطاعات ترفض هذا الوزير. تعال مثلا أدي لك مثال، وزارة التجارة والصناعة السابقة يعني مع كامل الاحترام لدكتورة نيفين جامع، لكن عدد كبير من المصنعين كان ليهم تحفظ على بعض القرارات وبعض الأداء. هي اجتهدت وفق رؤيتها، بس أغلب القطاع الصناعي كان ليه رؤية، كان ليه تحفظ. طب ليه رئيس الوزراء لم يستجب مثلا بالتعديل والتغيير؟ وتغيير الوزير ده مش معناه أنه هو وحش أبدا، بس ظروف المرحلة تتطلب ده. الحاجة التانية، أنا كنت أمام حكومة اللي تابع تصريحات الحكومة خلال الفترة الماضية كلها تتحدث عن الاستثمار، جذب الاستثمار، تشجيع المستثمرين. ده كلام حلو حد يكرهه، بس لما جت الدولة والحكومة يعملوا تعديل ما جابوش وزارة استثمار، ما أنشأوش وزارة للاستثمار. طب على الأقل يا حكومة ابعت رسالة للمستثمر المحلي والأجنبي إنه هيلتقي بوزير يعني عضو في السلطة التنفيذية يستطيع أن يحل له أموره مثلا. إذن هذه الوزارة تنقصها، هذه الحكومة تنقصها وزارة استثمار. ما أنت ما تكلمنيش على تشجيع الاستثمار وما لقيش وزارة استثمار. يعني لو أنت بتسألني يعني ما ده بيدي انطباع، لو أنت مهتم كحكومة بالاستثمار وآثق أنك مهتم يبقى إيه بقى؟ أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. لا، نحن بحاجة إلى وزارة الاستثمار. لو كان بيدي يعني أن أعمل مستشارة لمدة دقيقة واحدة للدكتور المحترم مصطفى مدبولي أقول له سايق عليك النبي يا شيخ، وزارة الاستثمار ده اللي مش عايز أقول لك، أنا عايز وزارة للتصدير. انسى من المصطلحات اللي هي مجلس أعلى للتصدير والكلام، أنت عندك ثلاثي لازم إيجاد حلول لي التصنيع، توفير مناخ جيد للاستثمار، والكل عارف يعني إيه مناخ جيد للاستثمار، مش هنلف ولا هندور على بعض. مناخ جيد للاستثمار معروف إيه هو، يعني أي كتاب في العتبة بيتكلم عن الاستثمار سور الأزبكية يقول لك إيه هي الضوابط، فمش تحتاجين لعيش. والتصدير هو ده روحك، الاستثمار، التصنيع، التصدير، هو ده طوق الإنقاذ الحقيقي لأي اقتصاد دولة في العالم. أي لف أو دوران مش هيسمح لنا. أنا أتمنى أن أنا أكون أمام وزارة عند يعني وزراء كده لما يطلعوا يتكلموا، وأنا بقول لكل وزير جديد لو سمحت، لو سمحت التعامل مع الرأي العام ينبغي أن يكون بحساب في الكلمات. يعني خلوني أوجه تحية، وإن كان بعضكم ما يتحفظ على ده أنتوا أحرار، بس كل واحد حر. تحية للأستاذ الدكتور طارق شوقي. طارق شوقي قدم تصورا يرى منطقيا وأنا كنت مقتنع به لتصحيح التعليم في مصر، واقتنعت به الدولة، وهو رؤية الدولة بالمناسبة. علشان كده الدكتور رضا حجازي وزير التعليم التربية والتعليم الجديد قال لي احنا هنمشي على نفس السياسة لأنها سياسة الدولة. لكن دكتور طارق شوقي لم يكن سياسيا، هو عالم باحث بس مش سياسي، ما يعرفش ازاي يخاطب الرأي العام، لكنه عالم جليل قدم رؤى لعدد كبير من دول العالم في مجال التعليم. يعني في دول في العالم جابت كده عمنا طارق شوقي قالت له النبي تعالى قول لنا ازاي نصلح التعليم. لكن دكتور طارق شوقي جاي حاطط ايده في ملف كله مافيا، مافيا الدروس الخصوصيه، مافيا طباعه الكتب الخارجيه، مافيا طباعه كتب وزاره التربيه والتعليم، اولياء الامور نفسهم تحول بعضهم الى مافيا. هتقول لي ازاي؟ احنا كاولياء امور احنا عايزين ابننا ينجح باي طريقه حتى لو كانت بالغش. بيحصل؟ اه بيحصل. هنكذب على بعض؟ ما احنا عايشين في البلد مع بعض. فانت كدكتور طارق شوقي تيجي تواجه الاربع امور دي؟ لا، مساله صعبه. انا كنت احب الحكومه كلها والدوله تساند دكتور طارق شوقي. انا رايي ان الخطا الاكبر الذي وقع في دكتور طارق شوقي انه لم يكن يجيد التحدث الى الراي العام. ما كانش لبق.
يعني هو عالم في علمه، بس ما ينفعش يطلع الرأي العام، ما ينفعش تسيب نفسك للسوشيال ميديا وتكتب على الفيسبوك، لا لا لا. عشان كده أنا بطالب السادة الوزراء الجدد، إذا لم تمتلك ملكة الحوار مع الرأي العام، لو سمحت عين متحدثا لبقا يتحدث إلى الرأي العام. دي نقطة لازم نشير إليها. لازم أوجه تحية أيضا للدكتور خالد عناني، الراجل المحترم الذي يجيد 5 لغات وجهة مشرفة للدولة المصرية، يعني ساهم مع أعضاء الحكومة في إبراز حاجات جميلة للدولة المصرية زي متحف الحضارة، طريق الكباش والكلام، لكن ربما يعني هو مرشح لأحد المناصب الدولية في إحدى المؤسسات الدولية، فرأى أنه هو يعني إيه يتنحى أو عن المنصب، فده جزء لازم نبقى احنا قاريينه. أنا أتمنى وأدعو كل وزير أن يضع رؤيته في مهام وزارته أمام مجلس الوزراء القادم في الاجتماع القادم، ويأخذ اعتماد على الرؤية دي. إذا حصل على الاعتماد لازم يشتغل ويدافع عن رؤيته. إذا الأعضاء الحكومة قالوا له لأ إحنا مش موافقين يا عمنا، يستقيل. بص أنا بقول على الهوا أهو، هتيجي تقول له في وزير هيحلف اليمين ويستقيل؟ لا طب أنا هشتغل إزاي؟ أنا جاي عايز، أنا لا أرفض إن أنا أكون أعمل سكرتير حتى لرئيس الوزراء، أنا وزير لدي رؤية جاي أضيف لشغلي لعملي للدولة. وبالتالي أنا أتمنى أيضا أن يكون هناك اجتماعا شهريا موسعا بين السيد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بالكامل بحضور السيد رئيس الوزراء، التعامل مباشر بعيدا عن اللقاءات الثنائية بين السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء كل على حدة. لكن خلونا ننتظر خيرا ونأمل ان احنا نلاقي يعني انعكاسات ده على الشارع وعلى المواطن. لكن هيظل المحور الاقتصادي هو الشغل الشاغل للمئة مليون مواطن. وأضحك على الحكومة والدولة لو قلت لها المواطن كان معني بالتغيير، المواطن معني بحاجة واحدة، بص إن شاء الله تغير المئة مليون مسؤول في مصر. لكن أهم حاجة يا باشا أنت عارف القصة، أدب إيدي في جيبي أروح على البقال ألاقي الحاجة متوفرة بسهولة، ولله الحمد الحاجة من المتوفرة، بس الفلوس عايزة تكتر في جيبنا شوية. هنا عايز أشير إلى تعيين وزير جديد للتجارة والصناعة، وزير شاب في منتصف الأربعينات، وهو مهندس أحمد سمير. ده كان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. هل معنى أنه رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يبقى يعني شخص ناجح؟ لا، ده مش قاعدة. لكن الراجل السي في بتاعه حلو، يعني عضو مجلس أمناء، عضو مستثمرين مناطق صناعية، أكتوبر العاشر من رمضان، له باع في مجال الصناعة والعمل الخاص. ثم أنه كان موجودا في اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فلما تسند لوزارة الصناعة يبقى يا عم أحمد يا سمير أنا منتظر منك كمواطن أو كإعلامي أو كمثقف أداء معين. أنت تعلم أن رجال الصناعة يدور بينهم حوارات خاصة في الغرف المغلقة، أنت أدرى بها، عليك بقى، عليك ان انت تجر وراءك قاطرة كبيرة اسمها كيف تحيي وتعيد التصنيع في البلد. ده انت يتعمل لك تمثال في كل ميدان يا احمد يا سمير لو نجحت في اعادة المصانع المغلقة، لو هيأت المناخ لعودة الاستثمار، لو فتحت بابك امام الصناع عندكم مشاكل ايه، لو نزلت بنفسك تزور المناطق الصناعية في العاشر من رمضان واكتوبر وبرج العرب وأسوان، يعني روح كل المناطق دي وما تقوليش انت بيحتاج شهر شهرين على بال ما تعرف الدنيا، لا ده انت عارفها من دلوقتي، انت عارفها من امبارح. فهناك امال معقودة عليك، شاب واعد يعمل في قطاع الصناعة، ابن من ابناء الدولة المصرية، موجود في العمل التشريعي، الفرصة كلها مهيئة ان انت تجيب جون. انا محتاج جون منك في الصناعة، محتاج جون في الاستثمار، عشان كده تمنيت وزارة للاستثمار،
ثم سأظل أبحث عن من سيدير ملف التصدير في بلادي. التلات نقاط دول هم طوق الإنقاذ للي احنا فيه. أي كلام غير كده يبقى احنا بنقول الكلام تاني. تعالوا بقى نرجع إلى تغيير تاني وتغيير مهم، تغيير محافظ البنك المركزي. هل هو اتغير؟ لا يجوز قانونا، ولكن الأستاذ المحترم طارق عامر تقدم باستقالته إلى السيد رئيس الجمهورية بعيدا عن الأسباب. لكن عايز أشير هنا نقطة، والرجل زي ما بيقولوا باللغة العربية الفصحى يعني ترجل عن جوادي، يعني نزل بقى عن كرسيه، فما ينفعش تنتقد ولا تمدح. ولكن عايز أقول للحق وللحقيقة، الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي أدار السياسة النقدية والمالية وأمور البنك المركزي طوال 7 سنوات شديدة الصعوبة. للأمانة الواحد يشهد بده. اقعد انت وانت قاعد على الفيسبوك اكتب اللي انت عايزه، بس انت قاعد في التكييف جنبك شويه عنب ساقعين، مشغل كده ماتش ليفربول، فمش عاجبك طارق عامر عمل ايه، فاقعد اكتب والكلام. الفتش حلو بالمناسبه عن بعيد، لكن لما تيجي تقعد على الكرسي مسائل صعبه. يعني اقول لك حاجه، طارق عامر قد يرى مع حفظ الالقاب انه مثلا يحتاج رفع الفايده، بس الحكومة هتصرخ له، لأن الحكومة أكبر مدينة في مصر سلفة 6000 مليار جنيه. 1% زيادة لو طارق عامر زودها كبنك مركزي تكلف الحكومة 60 مليار جنيه، فيتضغط عليه. مش يتضغط يعني اعمل كذا، لا، ما في حسابات وتوازنات. احتفاظ الجنيه أمام الدولار ب 15 جنيه 75 قرش الدولار طول 5 سنوات ده كان مشكلة، صحيح ولا لا؟ بس عايز اقول لك اللي كان جالس على كرسي ادارة البنك المركزي في 7 سنين الماضية ما كانش حر في اتخاذ القرار بنسبة 100%. هي ظروف البلد كلها كانت كده، عشان برضو ما نظلمش الراجل. يعني بمعنى، هل لو كان جه حد تاني كان هيعمل حاجة احسن من طارق عامر؟ تقدير الامور ما كانتش هتختلف كتير. طبعا في مهارات فردية بتبان وتختلف، اتفق او اختلف، بس عايز اقول في الاخر ان طارق عامر ما كانش بيدير السياسة النقدية والمالية منفردة، ما عنده اعضاء حكومة، اعضاء مجموعة اقتصادية، ورئاسة الجمهورية، واجهزة اخرى ومؤسسات، ما كله داخل متشابك، واللي بيحك واللي لا ويعمل وسوي، وهو دوره يطلع قرار يحافظ فيه على توازنات كتيرة ومن اهمها المواطن المصري. هتيجي تقول لي ازاي؟ قلت قبل كده جملة قالها لي قادة مصرفيون يعني كبار في الدولة المصرية، الجنيه المصري أمن قومي. كل أجهزة الدولة تعلم أن الجنيه المصري أمن قومي. يعني إيه الجملة دي؟ محدش في الدولة يتمنى أن الجنيه ينهار أو يتراجع، ده خراب ديار للمئة مليون، فالكل ماسك بهذا الشدة. طارق عامر اتخذ قرارات عشان يفرمل تراجع الجنيه، لما منع الاعتراف بالسوق السوداء، هتجيب له دولار من السوق السوداء مش هصدر لك، مش هستورد لك. انت متضايق كمستورد، بس ده لصالح المواطن لانه لو فتحها كان الدولار نط. هو عمل حاجه اسمها تعويم مضار للدولار. احد الاخطاء التي تنسب للدوله كلها باجهزتها هو ثبات سعر صرف الدولار امام الجنيه طوال 5 سنوات. لكن اقول ان الرجل اجاد واخطا زي أي مسؤول، لكن نحن أمام قيادة جديدة للبنك المركزي. الأستاذ حسن عبد الله مصرفي بارز، كان رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، تولى رئاسة الشركة المتحدة، أحد أزرع الدولة الإعلامية، ومفروض أن المتحدة دي يتم تهيئتها للطرح في البورصة مثلما قيل في السابق. معرفش طبعا، مش متابع الملف ده، هل استاذ عبد الله حسن عمل ده ولا لا، الله اعلم، او استاذ حسن عبد الله، لكن وقع عليه الاختيار وهو قائم بالاعمال. هذه يسالني طب هو قائم للاعمال ليه؟ هو ليه ما صدرش قرار جمهوري يبقى محافظ بنك مركزي على طول؟ اقول لك بس عشان مجلس النواب في اجازه، فلما يرجع على طول هيحلف اليمين وخلاص. لكن الأستاذ حسن عبد الله أمامه تحديات كبيرة أوي أوي بالمناسبة.
انتهت فترة أستاذ طارق عامر وجاء الرجل عليه يضبط سعر الصرف. الكل ضغط عليه اوعى الجنيه نهار حسن عبد الله، بص اوعى يتراجع، اخرك 5% اخرك 7%، عايزين دولارات اكتر يا حسن عبد الله مع حفظ الالقاب، عايزين وعايزين وعايزين. هو قاعد لسه بقى هنشوف تصوراته رؤيته، بس انا اتمنى منه ان يكون منفذ، يعني حاطط تصور محترم كده واكيد هيعمل ده ويضع امام القيادة السياسية. ده تصوري لو سمحتم ادوني صلاحياتي كاملة دون تدخل علشان اعرف اضبط الامور واعمل القرار الصح لصالح البلد ولصالح الناس. اعمل القرار الصح. طبعا صدور القرار الصح بالمناسبة ممكن يزعل مستثمر ومصنع ومستورد، بس يرضي مواطن، يريح حكومة وأجهزة يعني. فأنا بقول لك القرار مش سهل زي ما أنت متصور، اللي هو أسهل حاجة أنا أعوم الجنيه بكرة يبقى 22 23. زائد أنا بلاحظ ناس عمال أتكلم وتبعت على الواتساب الدولار آخر السنة هيبقى ب 23 24. حضرتك خبير؟ حضرتك فاهم حاجة؟ يعني على أي أساس بتقول الكلام ده؟ يعني على أي أساس؟ يعني أنا فاكر في شهر مارس الماضي أول ما اتعمل التعويم لما الدولار عمل 18.5، سألت قادة مصرفيين وناس كبار في كل أنحاء الدولة، هو صحيح الدولار هيبقى ب 25 في ديسمبر؟ قال لك لمدة 6 شهور وسجلها علينا لن يتجاوز الدولار زيادة يعني في الجنيه 90 قرش. خلاص بقى اللي هو ده آخره الست شهور، يعني ينتهي الشهر الجاي ده اللي هو في نص 9. والحقيقة ما زادش، يعني من 50 قرش ل 19 جنيه و15 ده 65 قرش، وشكلها تقفل على كده. يعني هيحلوا هيعملوا، خلي بالك الأزمة قاعد فيها أطراف كتيرة، في مقدمتهم رئيس الدولة، رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، يعني عدد كبير، الكل بيحاول يوجد حلول أو تصور. هتيجي تقول لي طب هم حلوا؟ هدي لك جزء من الحلول. لما الحكومة قررت انها تعمل ايه؟ توفر 15% من الكهرباء في الغاز فتصدرها فتوفر 6 مليار دولار سنوي. حلو قوي. الاسبوع اللي فات مثلا انا اقترحت على الحكومة انها بدل ما تكمل محطات مترو انفاق، محطات مونوريل، قطار كهربائي، ما تسمي المحطات باسماء شركات ورجال اعمال. فريق كامل الوزير اعلن ده، بشكره. لكن هو ما قاليش شكرا يا خير يعني على الاقتراح والفكره، لكن انا قابل ده. خلونا نشوف التقرير عن البنك المركزي ودوره واهميته ونرجع نكمل كلام. قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتكليف المصرفي البارز حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية والمسؤول عن إصدار العملة المحلية والعمل على استقرارها وصياغة السياسة النقدية وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة. ويعد منصب محافظ البنك المركزي من المناصب الاقتصادية شديدة الأهمية، ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور المصري، ويكون له نائبان يتم تعيينهم أيضا بقرار من رئيس الجمهورية. ويعد منصب محافظ البنك المركزي من أكثر المؤثرين في مستويات الأسعار والسيولة النقدية والائتمان. وفي خبر مفاجئ، وبعد ساعات من اختياره في قائمة أفضل محافظ البنوك المركزية على مستوى العالم، اعتذر طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصبه قبل أن تنتهي مدة ولايته بأكثر من عام، إذ تنتهي مدة رئاسته في نوفمبر 2023. وقبل الرئيس السيسي اعتذار عامر موجها الشكر له، كما قرر تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. ويتولى المصرفي حسن عبد الله مهمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في ظل ظروف صعبة وتحديات كثيرة
تواجهها الدولة المصرية ناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وصراع القوى الدولية بين أمريكا والصين. حصل حسن عبد الله على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة الأمريكية في القاهرة، والذي كان يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما شغل عددا من المناصب الأخرى أبرزها نائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي والعضو المنتدب عام 2000، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ. مهمة شاقة يتحملها عبد الله صاحب الخبرة المصرفية العريضة بعد الحصول على ثقة القيادة السياسية، أبرزها ضبط أسواق الصرف واستكمال مفاوضات صندوق النقد الدولي ومكافحة التضخم. فهل ينجح حسن عبد الله في العبور بسفينة البنك المركزي المصري إلى بر الأمان؟ حط بقى يعني اختيار حسن عبد الله يبقى إدارة جديدة للبنك المركزي، قراراته بتأثر على مصر كلها، جوه مصر وبره مصر بالمناسبة. هو مش زي الفدرال الأمريكي، بس قدرتنا على سداد الديون ازاي تقترض، هتسدد ديونك ازاي، الحفاظ على بقدر كبير على استقرار أسعار الصرف، أمامه تحديات كبيرة جدا. وأيضا حطه قدامه أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد مع حفظ الألقاب، بقي لي بس منصب وزير الاستثمار، يعني يمكن الحكومة يعني تسمع وتعمل ملحق في التعديل. لكن نرجع على أحد الأفكار، أنا شجعت الحكومة على فكرة توفير 15% من الغاز وتصديرها، توفر 6 مليار دولار، قرار أحييك عليه يا حكومة. قرار أنا اقترحته هنا، وزارة النقل مشكورة خدت بيه، اللي هو أو يا سيدي ما خدتش بيه وكانت بتفكر فيه قبل ما أنا ما أفكر يعني. اللي هي فكرة تسمية المحطات بأسماء شركات وأعمال لرجال أعمال ويدفعوها. علمت مثلا الدفع واصل ليه يعني مبالغ محترمة يعني، لكن وبالعملة الصعبة هنا. بس عايز أقول كم حاجة للمهندس كامل وزير النقل. واحد، قرأت إن في اتفاق مع مهندس سويدي، مهندس ياسين منصور، أستاذ هشام طلعت مصطفى. جميل، هل هنسمي المحطات بأسماء أشخاص يعني مثلا؟ طيب هم دافعين لنا مبلغ، هل المبلغ ده اللي دافعينه هيبقى يعني مره واحده مثلا؟ يعني المعلن مثلا اتبرعوا بدفع ثمن محطه مونرول بقيمه 6 مليون يورو ملاك كومباوند في شارع 90. طيب اللي هيدفع لي ال 10 مليون يورو ولا ال 100 مليون يورو ايا كان، ولا المليون يورو واحد، هو ده هسمي له المحطه باسمه أشخاص ولا اسم مشروع ليه؟ ده واحد لازم نحدد ده. الحاجة التانية، هو لو دفع لي 10 مليون يورو كمثال وإحنا عددنا العملة الصعبة، هيدفع حالي من هنا اليوم القيامة ولا حق استغلال 3 سنين 5 سنين؟ طيب لو إحنا قعدنا أنا راكب القطر أو المونوريل أيا كان أو مترو الأنفاق، يا رب نعملها حتى في مترو الأنفاق، وقال لك احنا نازلين محطة السويدي، وبعد خمس سنين السويدي قال لك انا مش لاعب مش بجد، وجيه اي واحد تاني هنغير اسم المحطة، مش ده يعمل بلبلة عند الناس؟ يعني خلي بالك ميدان التحرير مثلا، ميدان التحرير معروف ان هو ميدان التحرير، يوم وفاة واستشهاد الرئيس الراحل انور السادات اطلقوا اسمه على ميدان التحرير، بعد 40 سنة لا زال اسمه ميدان التحرير. فخلي بالك الاسم الأول هيظل كما هو، ميدان فودافون في أكتوبر، ميدان جهينة في أكتوبر، لا يزال هو هو، ما تقدرش تغيره طالما تسمى خلاص. فأنا بس بلفت انتباه مهندس كامل وزير مع كامل الاحترام لمجهوده، ياريت بس يراجع النقطة دي، لأن اسم المحطة لما بيتسمى صعب أنه يتغير بعد كده يعني، فلازم نبقى ماضيين عدد طويل من السنوات قبل التجديد. يا ريت كمان كل دفع الفلوس تبقى بالعمله الصعبه. هم استثنوا مؤسسات معينه
زي الجامعات زي جامعة الأهرام الكندية هتدفع بالجنيه المصري. فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية برضو، مين القائم على التسعير؟ مش لازم مجلس النواب يتابع الحاجات دي؟ يعني هو ليه 6 مليون يورو؟ ليه مش 5؟ ليه مش 10؟ يعني والمدة كام سنة؟ يعني هل أنا كوزير بقعد أنا اللي بتفق وبعمل كل حاجة؟ هتيجي تقول لي أنا عندي مستشار قانوني وثلاث عطاء؟ لا، لازم يبقى في برلمان هو اللي بيتابع، هو اللي بيسعر، وهو اللي بيشوف. ثم الفلوس دي هتروح فين؟ ما دي كلها أسئلة مهمة جدا لازم يتم الإجابة عنها. الفكرة رائعة، بحيي مهندس كامل الوزير، بحيي الحكومة اللي وافقت، بس عايز الضوابط دي لتحسين الفكرة أو لتجويدها. وارد الوزارة والحكومة يكونوا مراعين ده، يطلعوا الرأي العام يقولوا لنا ده، ادوني إحساس كمواطن إن أنا شريك معاكم، بلاش حتة أنتوا قاعدين في حتة وأنا قاعد في حتة، كلنا دايما بقول في مركب واحد. وبعد الفاصل عندنا أفكار أخرى خارج الصندوق، تعالي حكومة أقولها لك بعد ما تشربي كوباية شاي. خبرات الحياة، لو انت قابلتك أزمة كبيرة قوي ما ينفعش تفكر في حلها تفكير بسيط أو تفكير عادي، لازم تفكيرك يسبق ويقفز على المشكلة. تعال ندي أمثلة. وإحنا عندنا أزمة اقتصادية، مش هقعد بقى طنطن وأقول لك العالم ومش عارف. مصر عندنا أزمة اقتصادية، عدم ثبات سعر صرف الجنيه، خلاص كل ده عارفين. لازم كحكومة وكإدارة هي اللي بتدير موارد البلد، لازم يبقى عندها أفكار. الفكرة بتاعة ترشيد استهلاك الكهرباء فكرة حلوة، وطبعا هقعد أحييها، ده 6 مليار دولار. الفكرة اللي عملتها وزارة النقل مهندس كامل الوزير بتاعة تسمية المحطات بأسماء شركات ورجال أعمال في مقابل ملايين من الدولار واليورو، فكرة حلوة. طب ما تيجي احنا نلقط فكرة ازاي ننشط السياحة المضروبة في بلدنا. هقولك، عندنا كاس عالم في قطر، دولة قطر صغيرة، دولة قطر مرافقها السياحية مش كتيرة، دولة قطر تكلفة المعيشة فيها عالية جدا جدا جدا. جماهير الأرجنتين عندها توقع ان الأرجنتين هتفوز، منتخبها هيفوز بكأس العالم، في كأس العالم القادم في قطر في ديسمبر. فبدأت جماهير الأرجنتين تفكر، طب احنا هنقضي الشهر ده فين؟ ده تكلفته عالية في قطر، ده كفاية ان انا سايب شغلي، والأرجنتين مش دولة غنية قوي يعني. طب ما احنا نروح لدول سياحية حنينة في السعر. فابتدى البحث عن ايه؟ عن المقاصد السياحية القريبة من قطر. فتواصلوا مع بعض الشركات السياحية في مصر، فلقوا الأسعار حلوة. فجماهير الأرجنتين قررت تعمل الآتي، قالت احنا نيجي نقعد مثلا في شرم الشيخ والغردقة، ونطلع هنحجز الشهر ونطلع بالطيارة يوم المباراة، نحضر الماتش ونرجع. لقطة حلوة، لقطة حلوة. يبقى أنا بطالب هنا بقى وزير السياحة والآثار الجديد، امسك في الفرصة دي، امسك في اللقطة دي،
تعال اكسب من كاس العالم التي لن تقام على ارض مصر، وتعامل مع انها ستقام على ارض مصر. انت بينك وبين قطر بالطياره كام؟ 3 ساعات مثلا. طيب دي حاجات بتعود عليها سكان امريكا الجنوبيه، امريكا اللاتينيه، متعودين عليها امريكا الشماليه، متعودين عليها جمهور اوروبا. يبقى حاول ان انت تروج مصر كمقصد سياحي لجمهور كاس العالم المقام في دولة قطر. تعالى اعمل بروجرام، قول في اسبوع، الاسبوع عندي تكلفته مثلا $1,000، هبعت لك طيارة تجيبك من بلدك تنزلك الغردقة وشرم الشيخ، هعمل لك بروجرام سياحي، هطلع لك طيارة يوم الماتش بتاعك لقطر هتستناك في المطار وهترجعك، وده مقابل مثلا $1,000. انا بدي 1000 ده مثال يعني، ممكن يبقى 10,000 20,000 الله اعلم. تخيل بقى لو انت روقت لبقيه الدول، الجمهور الارجنتيني والصحف الارجنتينيه هم اللي بيقولوا لمصر قدامك فرصه. طب ليه؟ بتقول لك لان بقيه القاره اللي هي امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه، عندهم نفس المشكله. تكلفه اقامه عاليه جدا في قطر، في الامارات، ما هي الامارات جنب قطر. فبتقول لك اقرب مقصد سياحي ودوله مستقره امنيا و مصر، والدولار ب 19 جنيه عام و20 قرش ولا و10 ساخ. يبقى انا هنا بناشد حالا المسؤولين عن هيئه تنشيط السياحه، مصر للطيران، وزاره السياحه، فورا فورا اللي هو من ساعه يعني، يعملوا اجتماع حالا ويقولوا احنا هنجهز بروجرام شامل لأمريكا اللاتينية، ونسافر الأسبوع الجاي نروق، ونتفق ونحجز فنادق وشركات، ونحيي قطاع السياحة اللي اتضرب خلال الشهور اللي فاتت. يبقى أنت ممكن من لقطة تستفيد. عارف زي ما بيقولوا في الكرة إيه؟ إن أنت بربع فرصة بتجيب جول. أتمنى الرسالة تكون وصلت. إحنا بنحاول، هي دي الأفكار اللي جنب بعض تعمل سلسلة تخرجك من أزمة كبيرة جدا، وهي أزمة كبيرة فعلا. تعرف لو جالك 1,000,000 سايح مثلا، مليون بقى مليون، 100,000، لو كل واحد صرف لك $10,000، يعني فرصة طيبة. فرصة طيبة. عايز أنوه إلى اجتماع البنك المركزي النهاردة، اجتماع لجنة السياسات النقدية، والبنك المركزي اجتمع علشان يقرر أسعار الفائدة، وتم ووزعوا بيان أعلنوا فيه إن البنك اتخذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة على سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة. وطالما جبنا بقى بنك مركزي وفلوس وكده، عايز أطرح على حضراتكم قضية، بس أنا ما لقيتش المدخل بتاعها. هل يبقى هي قضية دينية ولا قضية قانونية ولا قضية اجتماعية؟ نحن نمر بظروف اقتصادية صعبة، مش كده؟ في ناس رجالة يعني اللي هم مسؤولين عن الانفاق على البيت، تم تخفيض مرتباتهم مثلا لو بيعملوا في قطاع خاص 20% 30% 50%. التضخم التهم الباقي من الراتب، ممكن يكون تم تسريحهم من الوظيفة، ممكن يكون مستثمر ونشاطه توقف. بينما الزوجة مثلا تعمل في قطاع ثابت ومستقر، هنقول بتعمل مديرة في بنك مثلا. طيب هل الزوج هنا يقدر يقول لزوجته شيل البيت الفترة دي لأن أنا مش لاقي؟ هل ده يجوز إيه بقى قانونا شرعا اجتماعيا؟ اجتماعيا أوافق. طيب في زوج بقى راح رافع قضية أمام محكمة الأسرة وطالب فيها بإلزام زوجته بالإنفاق على البيت أو المشاركة فيه لأن ظروفه الحال الدحضر بيه، وبيقول دي بتعمل في قطاع مستقر وبتاخد 15,000 جنيه. فإيه الرأي؟ أنا يعني عايز أناقش الموضوع من زوايا كتيرة، بس خلينا ناخد مثلا زاوية دينية، لأن في الإسلام الذمة المالية للزوجة منفصلة، والزوج هو اللي بينفق على الزوجة، ما ينفعش الزوجة تنفق. ولا في يعني استثناءات؟ فضيلة الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف
معي على التليفون. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء النور يا أستاذ محمد على حضرتك وكل المستمعين. تعليقك على ما قلته. تعليقي أن كل شيء له استثناءات. صحيح المرأة لها ذمة مالية خاصة وأنها غير مكلفة بالإنفاق على المنزل، وإن الرجل ملزم بالإنفاق على البيت وعلى يلبي كل احتياجات مراته وأولاده، وهذه مسؤوليات. إنما لما يكون في ضرورة ملحة ممكن المرأة تساعد زوجها، ويجوز أن تساعده بنية الصدقة إذا كان فقيرا ولا يستطيع أن يلبي احتياجات أولاده وهي غنية وميسورة، فيجوز لها أن تتصدق على زوجها حتى ولو استنفعت من هذه الصدقة من وجه آخر، لأن ده مسؤوليته ولا بأس في ذلك. لأن المفترض ما بين الزوجين صحيح في مساحة الحق والحقوق، لكن هناك مساحة أعظم من مساحة الحقوق اللي هي مساحة الإحسان. ولا ننسى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال وواسقني بمالها حين حرمني الناس. من انتشر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تاجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاجر بمالها، وكانت السيدة خديجة بتسد احتياجاته واحتياجات ولدها، وكانت تعطيه من المال، وكانت تهديه من الرقيق، وكانت توسع عليه. هذا من باب الإحسان المحمود الذي ينبغي أن يكون ما بين الزوجين. ما ننتظرش لحد ما يروح يرفع دعوة قضائية والكلام ده كله. مجرد رفع الدعوة في حد ذاته ده يفسد العلاقة ولا يعني يعلم على العلاقة كده؟ أنا مش عارف دوافع الزوج إيه في رفع الدعوة القضائية، لكن الحقيقة كما تفضل الحياة الزوجية قائمة على الإحسان، وربنا بيقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مثل هذه المواقف وتصدير المشكلات إلى القضاء وإلى الشرطة وإلى النيابة، ده طبعا بيعكر صفو الحياة الزوجية وبيعكر صفو البيت. وعليه لو الزوجة في هذه الحالة ميسورة يمكن تستر جوزها، وده ليه أجر عظيم عند رب العالمين، يعني يعتبر صدقة ويعتبر صدقة جارية ويعتبر تأييد للزوج ويعتبر طاعة لله عز وجل. يعني المسألة على المستوى الإحسان أعظم وأجمل بكثير. بعض الأزواج بيقولوا لزوجاتهم وقت الزوجة ملك للبيت وللأسرة، ومعنى أنك تخرجي تشتغلي يبقى أنت اقتطعتي جزء من هذا الوقت، وبالتالي عليك أن تساهمي بمقدار الثلث في مصاريف البيت. هل ده يستند على قاعدة شرعية؟ لا يستند إلا على فهم مغلوب، لأنه عقد الزواج في الأصل ليس عقد تملك يا أستاذ محمد. عقد الزواج في الأصل هو ميثاق غليظ وشراكة ما بين زوجين لبناء أسرة. فلا الزوج يملك وقت مراته ولا رقبة مراته ولا حياة مراته ولا مال مراته ولا الزوجة كذلك، إنما العلاقة ما بين الزوجين قائمة على التفاهم وعلى المودة وعلى الاحترام المتبادل وعلى الحب وعلى الإيثار. فمسألة إن أنت وقتك ده بتاعي أنا، لا، هو وقتك أنت اللي يخصها ووقت احتياجاتك وقت احتياجاتك، لكن أنت في الأصل كزوج لا تملك وقت مراتك ولا تملك رقبة مراتك، ده هو الأساس. فحسب ما اتفقوا، لأنه الزواج المفترض بيكون فيه اتفاقات معينة خاصة إذا كانت الزوجة عاملة. صحيح، بتقول له لازم تسيبنا اشتغل طالما وافق خلاص. فيعني يفضل يكون هناك كلام في تفاصيل. إذا كانت هي عاملة، يا ترى أنت هتسمح لي إن أنا أشتغل؟ طب لما أشتغل هتسمح لي إن أنا أترقى أبقى مدير؟ يا ترى أنت مرتبي هتسمح لي إن أنا أعمل؟ وهكذا. يعني هذه التفاصيل مهمة جدا علشان يرتاحوا فيما بعد، لكن وقت الضرورات لا، ممكن نكسر هذه الاتفاقات. وهنا بقى لازم يكون في وقت الضرورات للأسرة، يعني للأبناء يعني. بالضبط بالضبط حضرتك. وإذا كنا احنا بنتكلم عن الإيثار ما بين الناس بعضهم بعض ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى مش هنتكلم عن الإيثار ما بين الزوجين.
هل مفترض من باب أولى طبعا يكون في إيثار ومحبة وإحسان وسند وستر، هذه المعاني اللي بترضي رب العالمين على مستوى الأسرة. على كلام زي ما يتقال للزوجة لما تردع أولادك تاخدي أجر، الكلام ده صحيح؟ يعني الكلام ده مش ممكن يخرب بيوت النهاردة؟ زوجة عقلها صغير تقول له بقول لك إيه، أنا سمعت الشيخ في التلفزيون بيقول لي لازم تاخدي فلوس مقابل الرضاعة، يقول لا وأنا عارف أكفي البيت، لما أديكي فلوس كمان على الرضاعة. هذه المسائل الفقهية إحنا درسناها في الأزهر الشريف في إطار كلام للفقهاء، ومسائل فقهية كانت من القرن الثاني إلى القرن الرابع الهجري. والحقيقة ليس كل المسائل الفقهية المثارة في الكتب التراث والكتب الفقهية اللي موجودة في مكتبتنا إحنا كمشايخ الأزهر أو كعلماء لا تصلح أن تكون لعصرنا. ليس من الفقه أن أثير بعض المسائل الفقهية التي قيلت في نمط معين وفي زمن معين وفي ظروف معينة هما ناخدها للقرن الواحد والعشرين ونحرض الزوجين ضد بعضهم ضد بعض. أحسنت. والبعض عايز يعمل ترند يوم يطلع عشان الستات تسقف له، والبعض بياخدها من باب المكايدة في الطرف الآخر. هذه فتنة، وعليه ما المسائل الفقهية اللي من النوع ده أنا لا أعترف بها. لازم يكون هناك مسائل فقهية خاصة بنا إحنا، وبالفعل إحنا عندنا ظروف مختلفة عن ظروف الزوجين اللي عاشوا في الجزيرة العربية أو في العراق. لا يعني مرات تقول لي هات فلوس عشان أنا بطبخ لك، هات فلوس عشان أنا بغسل لك، هات فلوس عشان برضع لك العيال. طب خلاص شكرا يعني. طيب ما بلاها جوازة دي بقى. اللي كانت بتقول له هات فلوس ديت حضرتك، ده كانت ده الراجل ده كان عنده 5-6 جواز وكان عنده خدم، حالة خاصة يعني. فبالتالي الظروف متغيرة. احنا جايين على الموظف الغلبان والراجل على قد حاله، وبعدين نقول له قوم بالبيت كله ومصاريف الزوجة. ده هو بيجيب اللحمة مرة واحدة في الشهر، تيجي كمان يعني تقول له ادفع لمراتك، تقول له ادفع رضاعة الولد. ده الحقيقة ليس من الحكمة وليس من الفقه إثارة مثل. طب هم ليه بعض الشيوخ أو بعض المنتسبين للمشيخة بيطلعوا كده يقلبوا على الرأي العام، والناس ما عندهاش الحس الثقافي العالي علشان يقولوا إن الشيخ ده راجل بيركب الترند والكلام ده؟ هذه مما تعوم بها البلوى يا أستاذ محمد للأسف الشديد. رب العالمين سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص، إلا الدين، إلا القرآن، إلا السنة. ما ينفعش نعرض الإسلام والقرآن وسنته للبيع وللناس وللهوى وللترند وللكلام ده كله. اتقوا الله عباد الله، لازم نشوف ظروف الناس الأول والمسائل هم عايشينها، وبالتالي نعطيهم المسائل الفقهية المناسبة وتناسب عصرهم والسلم الاجتماعي. أحسنت فضيلة الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، وبشكر حضرتك. فعلا في حاجات كده يا أخوانا وبقولها ليه سيداتنا الفضليات كبنتي كأختي، يعني ما مش كل حاجة يقولها كده الشيخ يطلع لك يعمل ترند ويوتيوب أو تصريح فأنت تروحي مشيراها وتقول لجوزك هو راجع طعان طول اليوم وبيشتغل شغلانتين، تقول له بقول لك إيه أنا الشيخ قال لي طالما تخدمي جوزك تاخدي فلوس، طالما اعتراض يعني ده إيه الشغلانة دي بقى؟ يعني ما تخربوش البيوت، مش كل حاجة تاخدوها وتتناولوها، ومش كل ما يقوله الشيخ تصدقوه على طول. ليه؟ لأنه في الآخر بشر. تعالوا نطلع نفصل شوية بقهوة مظبوط ونشوف ليه الذوق ما خرجش من مصر. لو أنت من عشاق القاهرة الفاطمية ورحت عند باب النصر، هتلاقي قبل ما تخرج من الباب ضريح صغير مكتوب عليه ضريح سيدي حسن الزوق. حسن الزوق ده كان واحد من كبار التجار في القاهرة في العصر المملوكي، وكان عايش في منطقة الحسين. كان مشهور بين الناس انه راجل زوق مؤدب، عشان كده سموه حسن الزوق. في يوم الفتوات اتخانقوا مع بعض ودارت عركة جامدة، ودخل سيدي حسن الزوق علشان يصلح بينه، يكلم ده ويهدي ده، بس مفيش حد اهتم بكلامه. حسن الزوق زعل
زعل ليه؟ لأن محدش احترم هيبته، فقال أنا هلم هدومي واسيب القاهرة أو مصر زي ما بنسميها. بالفعل حسن الزوق لم هدومه ونزل والعركة شغالة. لما مشي خرجوا وراه لقوه مات. مات فين؟ عند باب النصر قبل ما يخرج من حدود القاهرة المعروفة أيام. فقرروا يدفنوه في نفس المكان اللي مات فيه، وكتبوا ضريح سيدي حسن الزوق. بعد كده لما كانت بتحصل عركة كبيرة بين الفتوات، كانت الناس الكبيرة تتدخل وبصوت عالي تقول يا جماعة ياللي هنا صلوا على النبي واهدوا، ده الزوق ما خرجش من مصر. كانت الخناقة توقف فورا، وده أصل المثل اللي بيقول الزوق ما خرجش من مصر. في قرار خده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وهو الدراسة هتبدأ في 1 أكتوبر، الدراسة في جميع المدارس، كل المدارس على أرض مصر تستثنى من ده المدارس الدولية. المدارس الدولية هتبدأ الأحد 18 سبتمبر، اللي هي المدارس الانترناشونال بقى الأجنبية دي، ولكن كل المدارس اللي على أرض مصر هتبدأ في 1 أكتوبر. والوزارة بتقول إنها كانت حريصة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري. يبقى الدراسة هتبدأ إمتى يا أخوانا؟ السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بدلا من يوم 24 سبتمبر الذي كان قد أعلنه الوزير السابق طارق شوقي. يعني الدراسة اتأخرت أسبوع يعني. بس لكن أتمنى بقى أسمع حاجات تانية من الدكتور رضا حجازي، وأتمنى أشوفه كوزير جديد يجلس على مقعد وزارة التربية والتعليم، نشوف سياساته الجديدة أخبارها إيه. ثم أتمنى أيضا زي ما بكرر إن كان أحد الأخطاء الرئيسية للعالم دكتور طارق شوقي هو يعني لا يجيد ملكة التعامل والتخاطب مع الرأي العام. وزارة التربية والتعليم وزارة مهمة بتؤثر في حياة كل الأسر المصرية. أتمنى دكتور رضا حجازي يعين متحدث رسمي محترف لمثل هذه الوزارة المهمة، وكل التوفيق لي طبعا ولكل أولادنا بإذن الله. تعالوا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل بقية موضوعنا. التضخم في أمريكا كبير جدا، بيسجل أرقام غير مسبوقة بالنسبة لهم طبعا، 10.5%، رغم في مساعدات بتقوم بها الحكومات هناك، ولكن عدد يعني الفقراء بيزداد. قرأت مؤخرا أن بنوك الطعام مش قادرة تلاحق لسد يعني احتياجات عدد من الأسر الفقيرة. وفي تقرير نشر ان 25 مليون مواطن امريكي فشلوا في سد احتياجاتهم. 25 مليون مواطن امريكي
فشلوا في سد احتياجاتهم الغذائية لمدة أسبوع، يعني مش قادرين يكملوا الأسبوع أكل. 25 مواطن من 325 مليون من 335 مليون مواطن تحديدا، على شايفه رقم يعني. فبنوك الطعام بقى في أمريكا عددها كام؟ 200 بنك. أنا بتكلم على إيه؟ على أمريكا اللي هي أغنى دولة في العالم، أقوى اقتصاد، الدولار بتاعها هو اللي مطلع عين اللي جابونا في كل دول العالم، يعني تقدر تطبع زي ما هي عايزة يعني. يا ريت المطبعة دي تكون معانا. فهنا ببعت رسالة أيضا لبنوك الطعام في مصر. أنا ما عنديش إلا بنك الطعام واحد، البنك الرئيسي يعني. طبعا في مؤسسات خيرية وكلام، بس هنا بتظهر دور المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني. يظهر دور بنوك الطعام، دور البنوك، يعني المؤسسات الخيرية، ان انت عليك تسد حاجة المحتاج. طبعا الاصل الحكومة يعني، بس انا خايف على بنوك الطعام الحكومة تقدم على طلب وجبة. لكن انا عايز اقول ايه، ان احنا هنا اهو لازم نتعاون. يعني انا طرحت فكرة، قلت طيب اللي بيعملوا شنط رمضان ايه اللي يمنع نعملها دلوقتي؟ يعني خصص، لو انت من القادرين اعمل شنط رمضان شهريا مثلا، ان شاء الله يا عم 5 شنط 10 شنط. اللي بيعملوا موائد الرحمن في رمضان، قلت ان رب رمضان هو رب ال 11 شهر الباقيين، ما تعملها. وبلاش فكره ان الصدقه في رمضان هتبقى اعلى، بالعكس ده قد تكون الصدقه النهارده ثوابها اعظم الاف المرات، لان الناس النهارده في اشد الاحتياج. اللي بيتقابل الناس والطبقات الفقيرة والمعدمة يعرف قد ايه تأثر احوالهم بشكل كبير جدا. انا هدي لك بند واحد بس الاسر بتعاني من بند المواصلات. بند المواصلات ده بقى بند مرعب، يعني تكلفته في عند رب الاسرة تكلفة كبيرة قوي. مش كل الناس عندها عربيات، عندنا 5-6 مليون عربية يعني ملكي، لكن الناس، ومش بتكلم على بتوع اوبر، ده انا بتكلم على مترو الانفاق واتوبيس النقل العام والميكروباصات. يعني لما واحد يجي يقول لك ده انا باجي من الدايري عند اكتوبر كده بدفع لي 9 جنيه في الميكروباص في المروحه الواحده، بتقعد تسمع طب اللي بيطلع من اكتوبر رايح رمسيس بيدفع كام؟ ده بند واحد. فاحنا نحاول بس نخفف كل ده، بقول حتى نجتاز 6 شهور صعبه قادمه. اللي يقدر يقدر، ده لا برنامج ديني يا عم ولا برنامج اجتماعي ولا، انا وانت على باب الله، كل واحد لو جات له فكره بيستحسنها بيقولها لحضراتكم، يعني اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. لكن ظروف الناس صعبه، صعبه. اقصى حاجه عملتها الدوله ايه؟ قالت لك هصرف ازازه زيت لكل مواطن على بطاقه التموين، وهصرف كيلو سكر وكيلو رز، جميل، بس قالت بحد اقصى 4. هي دي طاقتها. في بقى دور تاني عايزينه لمؤسسات خيرية، بنوك، بنك طعام واحد، أنا عايز بنك طعام في كل محافظة. وبدعو بقى أهل الخير للي يقدر. مجتمع مدني يمد إيده، يعني تعرف لو أنا مقتدر كرجل أعمال في مصنع أنزل وجبة للعمال، هيوفر وجبة. تعرف لما تيجي تقابل عامل مثلا بنا أو ولد شغال في قهوة، والواحد يجي يدردش معاه يقول لك بص انا يوميتي مثلا 120 جنيه ده يوميتي عامل في القهوه، يقول لي انا بقعد هنا في القهوه انا بشتغل من 12 ل 14 ساعه، الراجل فحته على 120 جنيه من 100 ل 120 ويأمل بشويه تيبس يعني. فبيقول انا بصرف لي في اليوم في حدود 40 50 جنيه اكل نفسي علبه كشري، نتجمع مع بعض عمال القهوه نجيب وكل. قال لي ولازم اسيب للوليه كده، والتاني قال لي لازم اسيب للبيت على الاقل 50 جنيه يا باشا، هيعملوا ايه النهارده؟ انت بتحسبها مساله صعبه. وكده الراجل ضيع كل دخله اليومي. طب ده لو قعد، يعني جاله دور برد يا عم، قعد اسبوعين، فاكر الكورونا؟ طب هو صاحب القهوه هيدي للناس دي كلها فلوس منين؟ يعني فانا بس بنقل لك صوره، ممكن لو انت مقتدر ما تبقاش عندك. يعني
خلي بالك على لو الشباب يعرضوا صور الامريكان اللي بياخدوا الوجبات من بنك الطعام، لا ناس يعني لابسه شيك يعني، لكن انت بتحاول. هنا ايضا بوجه دعوه، بلاقي واحد اوقات والواحد مخلص كده قناه بيعدي عند ناس بتبيع، ارجع لي يا ابني، بترجع بيبيعوا تين شوكي، منتشرين اليومين دول، واغلبهم بيبقوا اهالينا من الصعيد، جايب قفص وواقف بيبيع تين شوكي، فبيعمل لك الطبقه بقى. بص حسب المنطقه اللي انت فيها، يبدا من 25 ل 35 جنيه واحيانا 40. شفت عربيه محترمه قوي وراكباها ست محترمه قوي، عربيه فاخره يعني، وشفت مره راجل الاثنين في مكانين مختلفين قعدوا يفصلوا البياع كانهم يعني، وبيفصلوه على كام؟ على 10 جنيه، على 10 جنيه، وانا مقتنع ان هم كانوا لسه قاعدين في الكافيه ضاربين حاجات ب 1000 جنيه. يا اخوانا بلاش الحاجات البسيطه دي مع الناس البسيطه. ده لو الراجل بتاع التين الشوكي قال لك 35 جنيه، ما بقولش ليك كموظف، بقول اللي راكب العربيه الفخفخينه ادي له 50 جنيه، ادي له 100 جنيه يا عم. روح للست اللي بتشوي دورها، باقي كام كوز معاك يا حاجه؟ 10. بتبيعهم بكام؟ ب 5 جنيه، ب 50 جنيه، خدي 100 جنيه يا حاجه، يلا وروحي. يعني حاولوا بس بحاجات بسيطه ان احنا نقدر نقف جنب بعض. خل بالك ما نعرفش بكره في ايه. بكره مثلا بيقول لك ده في وظايف هتختفي، هو لسه وانشطه. فاكرين مثلا، هقول لك انشطه زي ايه؟ انا فاكر ايام الجامعه لما كنا بنجيب عندي كاميرا بنزل اشتري فيلم كودك، ده ما بقاش موجود. فاكر الاله الكاتبه والراجل اللي كان بيصلح الاله الكاتبه، ده النشاط اختفى. فاكر محلات تاجير الفيديو، وكنا ننزل بقى نشتري والايجار وتحط البطاقه، طب ده ناس كانت بتشتغل وفاتحه بيتها، النشاط ده وقف. في ناس النهارده بتحذر بتقول خلي بالك في أنشطة هتتوقف، لو أنت بتشتغل فيها في هذه الأنشطة اعرف إن أنت هتتوقف. زي إيه؟ تعالى مثلا شو موضوع الشكمانات والراديرات وسمكر السيارات والكهربائي والسروج. الله، ليه؟ قال لك لأنه كل ده هيبقى فك وتركيب. السيارة الكهربائية هتغزو العالم، السيارة الكهربائية هتغزو العالم، هتشيل يعني هتشيل قطعة وتحط قطعة بس. طب انت هتعمل ايه؟ الكلام ده خلال سنين بيتكلموا عنه بره. صناعة الفحم هتتلغي، محطات البنزين، شركات الكهرباء. طب هتيجي تقول لي بقى شركة الكهرباء هتتلغي يا خير؟ هتنتشر الطاقة الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية اللي فوق العمارة اللي هي تمدك بالطاقة، مش محتاج. طب انا لو راجل شغال بقى في شركة الكهرباء، يعني حاجات بهذا الشكل، أنشطة بتختفي. إحنا علينا نفكر. خلي بالك مثلا هقول لك على حاجة، على صيحة العالم الجديد، أكبر شركة مواصلات في العالم أوبر ما تمتلكش ولا عربية، تمتلك أبليكيشن. أكبر شركة فنادق في العالم لا تمتلك ولا فندق، بوكينج. يعني أنا بديك أمثلة، العالم رايح للحتت دي. خلي بالك ده برضو دعوة لولادنا وهم اليومين دول بيكتبوا رغبات الالتحاق بالكليات. اوعى تلبس في الحيطة وتخيش، العالم بيتسارع والتطور سريع جدا جدا جدا. انا قعدت احكي لك اهو، طب لو قلت كنت لاوي ايه مش عارف تتحلى على المعاش وتاخد مكافة نهاية خدمة، وقلت افتح محل فيديو او اتلغى 10 سنين واتلغى. انا اتجوزت كان عندي فيديو بس، اشتري صفقة سيديهات وعليها افلام وابيعها اتلغى. بيع جرايد موجود بس خلاص. يعني انا عايز اقول لك حاجه، بقى في قياده ذاتيه. يعني ايه قياده ذاتيه؟ يعني انت مش هتسوق العربيه، مفيش حوادث، مفيش شركات تامين، يعني فاهمني؟ هتيجي تقول يا باسط بقول لك ايه بقى، خلينا اضرب الحجرين بتوعي وانت خير بتتكلم على ايه؟ لا يا عم، بكلمك على المستقبل قد يكون في القريب العاجل. تعالى اروح لأستاذ محمد عزام رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي
باتحاد الغرف التجارية. مساء الفل مهندس محمد. مساء الخير على حضرتك. أنا رئيس أو يعني كنت المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي سابقا، أنا حاليا عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، ودي مقرها الولايات المتحدة وتضم الكثير من علماء التكنولوجيا في العالم. يعني أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، ودايما بسعد أن أنا أكون مع حضرتك. يسعدني. عايز أعرف من حضرتك إطلالة على، إحنا كنا مثلا بنتكلم في السابق على ان في وظائف ستختفي في المستقبل، يعني حاليا بيقول لك في انشطه كامله، يعني مثلا وجود القياده الذاتيه، وجود السيارات الكهربائيه كامثله، يعني ده كله هينتج عنه الغاء قطاعات وانشطه. يعني ده اكيد استاذ محمد، حضرتك ضربت امثله رائعه حقيقه، يعني حتى احنا بنقولها في المحاضرات لاولادنا في الدراسات العليا، هنلاقي ان التكنولوجيا دايما بتفرض علينا نموذج عمل جديد، وما اقدرش اقول ان انا النموذج القديم ده هيستمر كتير وان انا هفضل قدامه وما اتحركش. وبالتالي انا دايما لازم افهم الدنيا راح ازاي وماشيه في انهي اتجاه، وخصوصا للشباب الجديد حقيقة لازم يعرفوا ان تكنولوجيا المعلومات غيرت لنا الوظائف بسرعة كبيرة جدا، وتفرض علينا ان انا اتعلم مهارات تكنولوجية كنت زمان محتاج اقعد سنتين ثلاثة عشان اعرفها، النهاردة انا محتاج اقعد اسبوعين ثلاثة عشان اعرفها. فالقدرة على التعلم بقت شيء مهم جدا، واي وظيفة روتينية الالة هتتم يعني استبدالها بالالة، وعندنا بدل مثل 10 و15 مثل في هذا الاتجاه. واحنا جايين النهارده بنقول لشبابنا الرساله، تعالوا انتوا رايحين فين في المستقبل، لازم تعرف ادوات المستقبل هتعمل ايه، ومفيش حاجه اسمها كليات قمه، هي في طالب القمه حقيقه في المجال اللي انت بتحبه. احسنت، طالب القمه وليست كليات القمه. طبعا طبعا. وحضرتك استاذ محمد النهارده حتى بدات تظهر في مصر الكليات التطبيقيه التكنولوجيه، او في كليات ذكاء اصطناعي، ده غير كمان الذكاء الاصطناعي، انا ممكن اروح لهذه الكليه اخد سنتين اخد دبلوم عالي اروح اشتغل، بقى محتاج مهارات تانية ارجع تاني الكليه اخد سنتين تانيين بقى عندي بكالوريوس، محتاج مهارات ثالثه اروح اكمل الماجستير لغايه ما اخد درجه الدكتوراه. فانا حتى كدوله النهارده بدانا نعرف ان فكره الاربع سنين ولا الخمس سنين ولا ست سنين على بعض دي هتخرجني وعندي معلومات تصبح منتميه الى الماضي حقيقه وليس للمستقبل. فعشان كده بقى حتى التفكير النهاردة ان انا اروح ادرس الحاجة انزل سوق العمل في مهارات جديدة ارجع تاني ادرس حاجات جديدة واخد الشهادة على مراحل، بقول لحضرتك من اول الدبلوم العالي بعد الثانوية العامة الى درجة الدكتوراه. فمفيش حد يقدر يقول والله ده بقى معاه دبلوم وما مش هينفع يعني يكون ليه وجهة اجتماعية، لا دي مرحلة حضرتك في حياتك بتعملها، بتروح تاخد دراسة تاخد الشهادة وبعد كده تروح تكمل تاخد شهادة أعلى وهكذا. فإحنا قدام تفكير جديد لازم حتى المجتمع يستوعب هذه الطريقة. إحنا بنتكلم ده في ظرف سنوات بسيطة، ده سنوات تتعدى على أصابع اليد الواحدة حضرتك. إحنا حضرتك ضربت مثال لأوبر، هذه الابليكيشن اللي تمنها فوق $100 مليار، وضربت مثال لبوكينج وإير بي أم بي اللي هم يديروا مئات أو عشرات الملايين، تخيل فنادق وبيكسبوا هم قاعدين ابليكيشن. هي ابليكيشن يا فندم، هي ابليكيشن. فبالتالي أنا لازم أكون عندي القدرة على استيعاب هذا الجديد دايما، والقدرة أن أنا أتعلم بسرعة، غير كده هبقى في مشكلة كبيرة جدا ومعرفش ألوم إلا نفسي. واحنا دايما بنقول للشباب لو تسمحوا القدره على التعلم اهم من الشهاده، القدره على استيعاب الجديد اهم من الشهاده. النهارده الدوله بتوفر لحضرتك برامج تدريبيه على اعلى مستوى، اذا كان عن طريق وزاره الاتصالات او عن طريق هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، وحتى سياده الرئيس على حضرتك تفتكر في اللقاءات الاخيره قال لك انا مستعد اصرف عشرات المليارات من الجنيهات على تعليم الشباب النابه لو هو عنده المهارات والجدارات اللي تقدر تدخله هذا المجال. حقيقه فهي دوله مش متاخره في حاجه حقيقه، احنا اللي لازم وشبابنا لازم يسعى حقيقه ان هو يكون عامل مساعد ويكون عامل فاعل ان هو يخش في هذه المبادرات ويتعلم كل الحاجات الجديدة والحاجات موجودة متاحة على الانترنت، والكورسات بتتقدم عن بعد. انت حضرتك كمان قلت جملة مهمة، لازم التطوير الدائم للمهارات، يعني مش انا اتخرجت يبقى خلاص كده، يعني مستحيل يا فندم. حضرتك يعني انا النهاردة لو ما قريتش مقالة جديدة يوميا او بحث جديد يوميا بحس انها متأخر.
صحيح. ما بالك ان حضرتك حد بيبتدي لسه حياته عشان يطلع ويشتغل. الحاجه اللي بتعلمها النهارده بكره الصبح في تكنولوجيا جديده بتستبدلها وبتغير طريقه الشغل وبتغير نموذج العمل. فانا لو ما كنتش عندي القدره على الاستيعاب وعلى التطور الذاتي هيبقى الامر في منتهى الصعوبه. علشان كده دي مشكله ليست في مصر برضو، دي مشكله عالميه لدرجه ان المنتدى الاقتصادي العالمي اطلق في 2020 مبادره كبيره جدا لاعاده تاهيل مليار بني ادم على مستوى الكره الارضيه. مليار بني ادم اسمها ريسكيلنج ريفولوشن، علشان اقدر اهل مليار بني ادم للتعامل مع ادوات الثوره الصناعيه الرابعه وما بعدها. ان العلاقه هتبقى بين الانسان والاله علاقه قوية جدا، هيبقى في وظائف مستحدثة علشان أتابع الآلة دي بتشتغل إزاي، علشان أتعامل معاها خصوصا مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي. فاحنا قدام عالم جديد تماما إن لم نستوعبه يا أستاذ محمد هيبقى في مشكلة كبيرة لدى أنفسنا قبل ما أي حد، وما نقدرش نلوم حد إن كل الإمكانيات النهاردة في عصر الانفجار المعلوماتي وعصر المعلومات المتاحة بالمجان مع وجود برامج على اعلى مستوى من اعلى المعاهد التكنولوجيه في العالم وكليات التكنولوجيا في العالم مقدمه للشباب ببلاش عن طريق الدوله المصريه، هو النهارده هو الاختيار بتاعي انا كفرد. صحيح. مع في عصر جوجل الجهل هو الاختيار وليس العكس. الجهل هو الاختيار، لازم عليك تتعلم. ما فيش حل غير كده يا فندم. اشكرك مهندس محمد عزام عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا. تعالوا نشوف معنا تقرير من عن جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في مراقبة الأسواق، نشوف ونطلع فاصل. في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 260 طن أقماح و40 طن دقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية. قام مسؤول مطحن دقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة. قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 10 أطنان مكرونة قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة في ضبط 117 طن ونصف طن حديد وأسمنت غير معلن عن أسعارها بحوزة مالكي ثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط 10 أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة المنوفية، وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنا والشرقية. هذا وتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكافة أشكال الجريمة
لا سيما الجرائم التمويلية بكافة صورها. خبر حلو للي يعني عاوزين يأدوا مناسك العمرة. المملكة العربية السعودية بتقول أي حد جاي زيارة للمملكة، زيارة عمل، زيارة القريب، يستطيع أنه هو واخد تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة عمل أو زيارة الأقارب وابنك شغال هناك ولا كده، لا تقدر تؤدي مناسك العمرة. مناسك العمرة في الحالة دي هتبقى طول العام بالنسبة لك، لأن تأشيرة الزيارة موجودة. طيب عايز انت تقدم مناسك العمرة، قال لك خلاص بتخش على شركات السياحة والمعتمدة هنا في مصر، وتخش على يعني منصة مقام، وبتختار البرنامج والوقت اللي انت عايز تسافر فيه. تقريبا كده العمرة بقت على يعني مدار العام في المملكة العربية السعودية، رغم ان احنا كنا متعودين دايما ان العمرة بتتوقف بعد الحج كام شهر، يعني المملكة توقف شوية وتفتح شوية، بس طبعا العالم كله بقى بيتغير يعني. لكن في مصر هنا الغرف السياحية اعلنت ضوابط العمرة للموسم الجديد، وقالت ان موسم العمرة عندنا هيبقى 6 أشهر، وانطلاق بداية الموسم اول اكتوبر القادم بإذن الله، وهينتهي في مارس، نهاية مارس. يبقى العمرة عندنا هتبقى أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس اللي هو رمضان. ما هو رمضان السنة الجاية إن شاء الله في 2 مارس، يعني يبقى عندك 6 شهور للي عاوز يؤدي مناسك العمرة. طالما جبنا سيرة العمرة نعدي كده على أم طفل عنده الأسنان بتاعته بين كل سنة وسنة فراغ شوية، فعايزة تعمل له تقويم أسنان، يعني تروح للدكتور وتقول له لو سمحت ضم لي أسنان ابني، بيسموه تقريبا كوبري أو حاجة. طيب التقويم، فقالت أسأل دار الإفتاء، رغم أن أنا كأم أنا كأب أنا هاخد ابني واروح لدكتور السنان، هقول له الولد سنانه مفلقة وجمع حالي كده. سألت دار الإفتاء، فدار الافتاء ردت قالت ايه، والله لو طفلك ده بيعاني من تنمر بين زمايله بيتنمروا عليه وده عامل له حاله نفسيه سيئه، لا يبقى ايه، يجوز ان انت تعملي له تقويم السنان. لكن لو طفلك ده العيال لا يتنمروا عليه يبقى لا يجوز. طب انا عايز اقول لدار الافتاء وتحديدا الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يعني لا أنا مختلف مع حضرتك، يعني ده لا تغيير في خلق الله ولا حاجة. أنا يا سيدي كمذيع بطلع على الشاشة، لو لقيت سناني متفرقة أو كده وده قد يكون يعني عيب على الشاشة، أنا محتاج إن أنا أتجمل يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال، ولا يوجد في هذا تغيير في خلق الله. يعني اولا الام انا رايي الشخصي اخطات، يعني مش اخطات، يعني ابنك اكيد عايزاه في صوره طيبه جميله، هو تروح تعمل ايه، تروح على الدكتور تقويم اسنان، يعني ايه المشكله، يعني فين اللي يحتاج هنا حلال وحرام، يعني طب هات لي نص. لو دخلنا بقى في قصه الحلال والحرام يعني، فاحنا مش عايزين نفسد على الناس عيشتها، وعايز المصريين تحديدا يبطلوا فكرة ان كل لقطة وكل حركة انا هسأل، يعني لا تشددوا على انفسكم. ده حتى الرسول هو اللي قال كده، نصح بها الصحابة والمسلمين، قعدوا يسألوا، قال لك لا تكونوا كاليهود ضيقوا على انفسهم في قصة البقرة، ربنا قال لهم ايه، اتبعوا بقرة، قالوا له ما لونها، ان البقرة تشابه علي، خلاص ربنا قعد يشدد عليهم. فالدين رحب، الدين رحب، والمحرمات فيه بسيطة قوي، ما توسعهاش قوي كده، خلينا ده العصر، يعني ربنا ينجينا من فتن العصر وبلاويه. فانت جاي تشدد على الناس والنبي ده التقويم، طب بشوف ايه اللي بيحصل بقى في عمليات التجميل. يعني
تعالوا بقى نروح للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، علشان نتكلم معاها شوية إيه اللي هيحصل اليومين الجايين. بصراحة عندنا درجة حرارة عالية قوي وهتتجاوز 40 خلال أيام القدم. إحنا عارفين إن أغسطس ده يعني نار الله الموقدة، ولما توصل 40 مع رطوبة عالية الدنيا باظت. لكن لازم برضو نتفائل، الخميس 22 سبتمبر بدء فصل الخريف، خلاص فصل الصيف هيخلص يعني. طيب الأجواء الجاية بقى خلال الشهر دي الدنيا رايحة فين؟ مساء الخير دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك أستاذ محمد، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. الحر ده هيوقف امتى دكتورة منار؟ لا احنا لسه مكملين لنهاية شهر 8 في ارتفاعات درجات الحرارة، بالإضافة كمان الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، ويمكن احنا اللي مخلينا نحس ان في ارتفاعات في درجات الحرارة هو ارتفاع الكبير في نسب الرطوبة خلال فترات النهار وفترات الليل. نسب الرطوبة بتتجاوز احيانا 95% على المناطق الساحلية، ودي المناطق المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى. فنسب الرطوبة العالية هي اللي بتخلينا بنحس بارتفاع كبير في درجات الحرارة، هي بترفع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لأربع درجات عن درجة الحرارة المقاسة. يعني احنا خلال هذه الأيام بنسجل متوسط درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة مئوية، لكن نسب الرطوبة بتخلينا نحس بيها لو تكون 37 و38 درجة مئوية، وده طبعا بسبب وخاصة على السواحل واسكندرية والحاجات دي. هي طبعا نسب السواحل نسب رطوبة مرتفعة جدا على المناطق الساحلية، لكن درجات الحرارة فيها بتبقى أقل من القاهرة. يعني المناطق الساحلية متوسط درجات الحرارة ما بين 30 و 31 المحسوسة بتوصل ل 35 درجة مئوية، لكن القاهرة نسب رطوبة فيها أقل من المناطق الساحلية لكن درجات الحرارة مرتفعة. وكمان متوقع من غدا الجمعة إن شاء الله وعلى مدار باقي أيام الأسبوع القادم يكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة. يعني احنا بنقول متوسط درجات الحرارة خلال هذه الأيام 34 درجة مئوية، من غدا هتكون 35 درجة مئوية. غدا 35 درجة مئوية؟ نعم غدا هتبقى 35؟ غدا 35 درجة الحرارة المقاسة في الظل، المحسوسة توصل ل 38 و39 درجة مئوية. الأسبوع القادم هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة أيضا، تكون 36 درجة مئوية، المحسوسة توصل ل 40 درجة مئوية، ده طبعا للقاهرة الكبرى. المناطق الموجودة في جنوب الصعيد طبعا درجات الحرارة فيها بتتجاوز طبعا ال 40، توصل ل 42 و43 درجة مئوية، المحسوسة توصل ل 44 درجة مئوية. فاحنا الأسبوع القادم هنلاحظ فيه ارتفاع في درجات الحرارة عن هذا الأسبوع بإذن الله، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبة. ونأكد تاني نسب الرطوبة هي اللي مخلية شهر 8 هو ذروة فصل الصيف، رغم أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات بحوالي. هتهدى الدنيا امتى دكتورة منار؟ يعني احنا نقدر نقول ان شاء الله متوقعين مع بداية شهر 9 توقعات بتبدأ تدريجيا نسب الرطوبة تنخفض، تبدأ مصادر الكتل الهوائية تتغير، تبدأ مع يعني بداية بقى فصل الخريف نحس بانخفاض في درجات الحرارة. يمكن فصل الخريف بيعتبر يعني احسن فصول السنة في درجات الحرارة وفي الظواهر الجوية المتقبلة معنا. طيب عايز اقول لحضرتك الصيف هذا العام مسجل في هيئة الأرصاد ايه؟ صيف عادي طبيعي؟ يمكن كمان اقل من الطبيعي. يمكن احنا خلال الصيف الى الان اعلى درجه حراره سجلناها كانت 37 درجه مئويه، خلال الاعوام الماضيه كانت درجات الحراره بتوصل ل 40 و42 درجه مئويه. بتتكلم على القاهره الكبرى لان في الصعيد عالي جدا. طبعا ده طبعا بالنسبه للقاهره الكبرى، الصعيد محافظات الصعيد بتوصل الحراره 43 درجه مئويه واحيانا 44 درجه مئويه، لكن برضو الاعوام الماضيه كانت بتوصل ل 46 درجه مئويه. فاحنا صيف عام 22 يعتبر اقل درجات حراره من العامين الماضيين على الاقل. سؤال بدري بس احنا رايحين للشتاء ايه برضو؟ شديد الامطار ولا الجو؟ لان زي ما عرف زي ما قرينا امطار راحت لاسوان وكده. بدري قوي بالفعل، لان هو طبعا في فرص سقوط امطار على المناطق الموجوده في حلايب وشلاتين، احيانا بيوصل الامطار واسوان في فصل الخريف، لكن شتاء العام القادم ده لسه بدري عليه جدا. التنبؤات في ظل التغيرات المناخيه اللي بيشهدها كل دول العالم وجمهوريه مصر العربيه دقتها هتبقى قليله، خصوصا ده تنبؤ بعيد المدى. فاحنا كل ما بنقرب من الفصول بنقدر نحكم عليها، لكن لسه بعيد جدا ان احنا نحكم على فصل الشتاء من خلال فصول قبليه. يعني
أشكرك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. طيب عايزين نتكلم أيضا عن استعدادات محافظة الأسكندرية لفصل الشتاء القادم. محافظة الأسكندرية بقى لها سنتين يعني مهتمة ب يعني بعد الشتاء الكبير اللي فات عليه 6-7 سنين، خلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يقطع رحلته ويزور ويطلع مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، فبدأت المحافظات خاصة المحافظات الساحلية تستعد للشتاء قبلها. طبعا لما بنتكلم على الشتاء لو قلت النهارده يعني خلاص 8 خلص، بتكلم على شهرين وتبدأ لك بقى النواد في اسكندرية. محافظة الاسكندرية بتستعد. عايز أقرأ أيضا أو تعميم من وزير التنمية المحلية من الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه مع السادة المحافظين محافظي المحافظات الساحلية، يبدأ للاستعداد للشتاء. هيبدأوا يستعدوا ازاي؟ هو ده يهمني يعني، لا ننتظر لما الدنيا يعني نلوز كده زي ما بعض الناس من كام سنة كان التجمع بيغرق ويبدأوا يزعقوا ويقولوا ازاي مفيش شبكات تمتص. اعتقد المحافظات كلها والمحافظين ابتدوا يعني ياخدوا بالهم ان او ياخدوا حذرهم قبل فصل الشتاء بشهرين، لكن اسكندرية فعلا بدأت يستعدوا بجد يعني في هذا الموضوع. لكن عاوز بقى اتكلم هنا عن حاجة كده تثير فخر الواحد. فخر الواحد مع كامل احترامي ليس محمد صلاح في الكورة، وليس مطربي مصر العظام يا سيدي اللي بيجوبوا العالم، وليس فنانين مصر الكبار. برضو فخر مصر يطلع لك واحد اسمه هاني عبد الجواد، تيجي تقول لي مين الدكتور هاني عبد الجواد ده؟ هاني عبد الجواد احفظوا هذا الاسم، ده أستاذ مساعد بطب الأزهر، أستاذ مساعد بطب الأزهر. فتاة إماراتية عندها من العمر 18 سنة عندها مشكلة في العمود الفقري أو الفقري يعني لو بتتكلم باللغة العربية، انحناء وعوجاج، وراحت ألمانيا وقالوا لها ما ينفعش وفي خطورة. آخر تقرير عالمي طلع عن حالتها قالوا لها الآتي، عايزة تعملي عملية يا بنت الحلال هو حاجة واحدة، يا هتتوفي هتموتي في العملية يا هتصابي بشلل تام. المهم وهي بتدور على الانترنت والفيسبوك قرت عن الأستاذ المساعد في كلية طب جامعة الأزهر هاني عبد الجواد. المهم بعتت الحالة لدكتور هاني، يا دكتور هاني ايه الاخبار؟ قال لها اركبي وتعالي لي. جت هي واسرتها من الامارات وقعدوا عند الدكتور هاني. قال لها توكلنا على الله. وهو بيفتح جسم البنت قال لك انا ما لقيتش عمود فقري، لكنه نجح بفضل الله وعونه وبعلم هذا الطبيب النابغه الدكتور هاني عبد الجواد الأستاذ المساعد في كلية طب جامعة الأزهر في أن يدخل البسمة والبهجة والفرحة على قلب الفتاة الإماراتية. ده حدث عايزين كلنا نتناوله في وسائل الإعلام، عايزين نكتب على مواقع التواصل الاجتماعي نحترم العلم. عايز أبعت رسالة لأولادي أقول لهم ده في علماء وأطباء في مصر نوابخ. البنت دي كل دكاترة ألمانيا في التخصص الجراحي في العظام قالوا لها لا هتتشلي يا هتموتي، لكن جالك اخونا الدكتور هاني عبد الجواد قال لها ان شاء الله لا هتتشلي ولا هتموتي ويلا نتوكل على الله ونجح. هي دي النماذج اللي انا عايز اقدمها لاولادي، وعايز اقول ان مصر فيها حاجات حلوه قوي يا اخوانا. وخلي بالك مش الدكتور هاني بس، طيب خد معايا كمان وانا مجمعهم لك النهارده، الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية بيعلن عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بالمنوفية لأول مرة في تركيب وريد في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ 58 عام.
نجاح أول عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة بمستشفى المخ والأعصاب. تقرأ عن الجراحة دي تجدها في غاية الدقة، جراحة في المخ، وبيقول لك اهو ده أول مرة يحصل الكلام ده، أول مرة. ده بيتعمل فين بالمناسبة؟ ده فيش بين الكوم، في مستشفى عام، يعني مستشفى جراحة المخ والأعصاب. تحية للفريق الطبي. نجاح أيضا أول عملية منظار جراحي بالمجمع الطبي بالإسماعيلية. ده جراحات عظام. يعني مصر فيها حاجات حلوة. أنا أتمنى حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أن احنا نفتخر بولادنا دول، بنقدم نماذج طيبة جدا للشباب، ونقول لهم لا تقدروا تبقوا كذا وكذا. يعني مش عايز حلم كل شاب النهاردة عايز يبقى ممثل أو فتاة أو مذيعة أو لاعب كورة وخلاص، هي دي اللقطة ودي اللي هنكسب ونعمل قرشين. عايزين نحيي العلم والعلماء. يعني الأمم بتتقدم بالعلم. مش عايز أقلبها حصة لحوي وأقول لك إيه فوز بعلم إيه الناس ما الناس موتى وأهل العلم أحياء. فوز بعلم تعيش حيا أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أتمنى أن احنا نشجع ده. أتمنى بقى الفريق الطبي ده في المنوفية في الإسماعيلية، أستاذنا الدكتور هاني عبد الجواد، أتمنى أجد تكريم رفيع المستوى. أتمنى مجلس الوزراء السيد رئيس الوزراء يكرمهم في اجتماع مجلس الوزراء القادم يوم الأربعاء. دي نماذج طيبة بتبعت رسالة لكل شباب مصر، وبتبعت رسالة لينا إن مصر رغم الظروف صعبة لكن عندنا أخبار حلوة. كل الخير ليكم، ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء، اللهم أمين. حلقة انتهت معاكم، أشوفكم بكرة على خير وحلقة جديدة من مصر أفندي. سلام عليكم.